برحب بحضراتكم مرة تانية، ومش هبقى ببالغ لو بقول ان كل بيت اهلاوي لسه بيحتفل بالنجمة التاسعة، كلنا لسه فرحانين. والحقيقة ان ظروف كتير للبطولة دي وللموسم ده تخلينا نفضل فرحانين وتخلي ان الفرحة مطولة معانا شوية، واحنا بنركز برضو على الجديد وعلى اللي جاي وعلى المستقبل وعلى كاس مصر والسوبر الافريقي وكاس العالم للاندية. لكن ظروف البطولة كان استثنائية في موسم استثنائي صعب جدا، كله اصابات وفيروس كورونا. فكرة الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك ليها طعم تاني، فكرة الفوز بالبطولة اللي غايبة من 2013 ليها طعم تاني، فكرة الفوز ببطولة لأول مرة يكون النهائي من مباراة واحدة وبعد هجوم كتير على الكيان ده، وإن احنا بنرد بالأفعال مش بالأقوال، ده يخلينا فرحتنا لسه مكملة. هنتكلم أكتر على النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، وطبعا فرحتنا الفترة دي مع نجم النجوم كابتن ماهر همام. منورني يا كابتن. أهلا بيك يا سارة. أهلا بيك. ببالغ لو بقول ان احنا لسه فرحانين وكل بيت اهلاوي لسه بيحتفل؟ دي حقيقه، وانا ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، مجلس الاداره ولجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجمهور بقى اللي بيشاركنا البطولات دي، الجمهور العظيم. طبعا يعني انا اول مره ساره اعرف ان جمهور النادي الاهلي بالملايين، يعني مش مبالغ لو قلت 80 مليون ناس. لا ممكن 80 هم 80 حقيقي مليون والله، يا كابتن. ان احنا فعلا من امبارح والنهارده والايام اللي جايه الناس فرحانه بشكل كبير جدا، وده بيرجع للمنظومه ككل. يعني لسه كنت بتكلم معاك قبل الهوا، حتى التطوير في قناه الاهلي النهارده بيعمل انجاز. صح. مجلس الاداره وتصميم الكابتن محمود الخطيب والرؤيه المستقبليه ان صح. هو يجيب لنا راجل له خبرات افريقيه، وكانت ناس بتشكك في قدرات هذا الرجل وتقول لك يعني احنا اول مره نجيب مدرب من افريقيا، صح. معقوله يعني؟ فبحيي مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب ان هو كان عنده بعد نظر بشكل كبير، حتى التوقيت. يعني موسيماني جه في توقيت ساره مرحله انتقاليه صعبه قوي. صعبه قوي صح. وبعدين زي ما انت قلتي في المقدمه كورونا والاصابات والضغط النفسي الواقع على اللعيبه صار صعب قوي. يعني امبارح انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي، لان عايز اقول لك الميديا كلها كانت ضد النادي الاهلي في العشرة ايام اللي فاتت، الصحافه وسائل الاعلام، يعني مفيش غير قناه الاهلي بس هي اللي كانت مسانده اللعيبه ومسانده الجهاز واجبنا ومسانده طبعا طبعا مجلس الاداره، وده واجبنا كلنا. طب وتفسر يعني بايه ده اللي بتقوله يا كابتن ماهر، انه ليه كل الميديا تبقى في وقت زي ده ضد مع انه النادي الاهلي يعني ده النادي الوطني وبيلعب مع نادي مصري تاني؟ طبعا النادي الاهلي والزمالك، احنا بنتكلم على مصر بالظبط. ولا الانتماء مثلا بيحكم؟ انا استغربت، يعني اول مره يعني جديد علينا يعني ان يبقى يعني مباراه الزمالك والاهلي اللي بيخسر فيها الاهلي عملت تذاع. الله، طب ما برضه خلي فيها حته تساوي عداله، يعني انت زي ما اجيب مباراه للزمالك بيكسب الاهلي اجيب مباراه للاهلي بيكسب الزمالك. لكن واضح ان صار الفتره اللي فاتت كان في ضغط بشكل كبير جدا على المنظومه ككل، على النادي القرن، مجلس الاداره واللعيبه، وفي حمله مع الاسف يعني في حمله مغرضه. لكن زي ما انت قلتي هو البطل كده، البطل الدنيا كلها عليه، الدنيا كلها ضده وعايزه تنول منه، لكن البطل في الاوقات الصعبه فعلا بيبان معدن اللاعبين المميزين المحترمين. في المباراه دي بان بقى روح الفنان الحمراء، وبان اصرار اللعيبه، وبان ذكاء موسيماني والمسانده من مجلس الاداره. عايز اقول لك الكابتن محمود الخطيب كان معاهم في المعسكر يوم بيوم. بمناسبه كابتن محمود الخطيب وهنقف عنده كتير، خليني برضه اقول لك انه امبارح كان بيقول مقوله مهمه جدا، انه ما فيش نجم هو اللي بيصنع الاهلي بالزبط. او النادي، لا الاهلي هو اللي بيصنع النجم. تفسر ده بايه في خلال اللي حصل انه في ناس مشيت من النادي؟ شفت المقوله دي ازاي؟ شفت الكلام هو ده ازاي؟ هو ده ولاد النادي، هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي اتربى عليها كابتن محمود الخطيب. فهو بينفذ يعني عارفه انت التواصل، مجالس الاداره كل واحد بيسلم الرئيس اللي وراه، كل واحد بيحط بصمه، حط طوبه في الصرح الكبير ده. فكابتن محمود الخطيب يعني الفتره اللي فاتت ديت قابل ضغوطات كتيره جدا صار بصراحه، يعني من ناحيه المدرب، من ناحيه استخدام اللاعبين، الناس عماله تسال فين اللعيبه وفين اللعيبه، كل ده ظهر في اواني، كل ده كان متخطط له بشكل جيد وباحترافيه. فالنهارده انا بقول له من خلال برنامجك الجميل ده، مبروك كابتن محمود الخطيب، مبروك مجلس اداره، مبروك الجهاز الفني، مبروك اللاعبين، جمهور النادي الاهلي من حقه يفرح. لكن خلاص الفرح جه النهارده، خلاص احنا
انا شايف اللعيبه كمان ما شاء الله يعني عندها من الثقافه وعندها من الذكاء ان خلاص هي فرحت يوم المباراه وتاني يوم النهارده خلاص. هنتكلم اكيد في اللي جاي بس لازم اكد على كلام حضرتك يا كابتن ماهر انه كابتن محمود الخطيب تقريبا ما كانش بينام الفتره اللي فاتت كلها. السفر للسودان، للمغرب، لجنوب افريقيا برغم من تحذيرات كتير ليه انه السفر في وقت زي ده او للسودان او كورونا والظروف اللي بتحصل للمغرب، ولكن كان مصمم ان هو يكون في ظهر اللعيبه وواقف معاهم في كل وقت، وده بيفرق جدا مع اللعيبه. الحاله المعنويه عندهم بترتفع جدا لما يكون موجود كابتن الخطيب اسطوره كبيره زيه. و الحقيقه انه ده بيورينا برضو ان الاهلي مش كبير من الفاضي، يعني لما يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيكون معاهم لحد اخر تمرينه موجود، ده الحقيقه بيفرق جدا طبعا مع اللعيبه. خليني اسالك، شفت الماتش فين وعملت ايه لما قفشه جاب الجول؟ يعني انا قلت بقى اتفرج في البيت يعني واخد بالك بتفائل. الماتشات اللي زي دي على فكره عايزه البيت يعني في ناس طبعا تحب اللمه في حاجه زي دي بس انا بحس ان لازم تركيز كده. طبعا مهم جدا ان احنا كمان كنا برضك علينا ستريس بشكل كبير لان قلقانين على اللعيبه وقلقانين على المباراه، وكان يهمنا بطوله غاليه بقى لها فتره 7-8 سنين غايبه عنا، فاحنا كنا محتاجين نكسب البطوله دي كمان حتى للعيبه يا ساره. اللعيبه اول مره، في لعيبه اول مره بتلعب بطوله بهذا الشكل ومع نادي الزمالك وفي مصر، فمهم جدا اللعيبه دي كانت تكسب البطوله دي عشان يتفحر اسمها في تاريخ النادي الاهلي طبعا. يعني البطوله دي تحسب للجيل ده كله الانجاز اللي عملوه في بطوله افريقيا لابطال الانديه، وطبعا مع منافس بنحترمه أكيد. ومنافس محترم، ونادي الزمالك بنقول له هارد لك لان الزمالك قدم مباراه برضه جيده كويسه جدا، والتوفيق وعدم التوفيق الحمد لله رب العالمين صار كان في صالحنا احنا. يعني عايز اقول لك ان التوفيق ده بيجي نتاج مجهود اتعمل زي ما قلت لك من المنظومه ككل، فاحنا كنا عندنا ثقه في الله بشكل كبير جدا وان التوفيق ان شاء الله هيبقى حالفنا في المباراه دي، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا بشكل كبير بالهدف الجميل لقفشه. عايز اقول لك ان قفشه بقاله مباراتين ثلاثه حتى مع المنتخب، يعني الجول ده هو بيتمرن عليه بشكل فعلا. جميل في المنتخب او في النادي، يعني الموضوع بالنسبه له يعني ثقه، وهو بيقطع كوره كلنا حاسين عامل زي جول ابو تريكا في الصفاقسي في تونس في اخر اخر دقائق المباراه. قفشه بيقول لما شفت جون ابو تريكا وقتها كنت بالفرحه هنط من البلكونه ومش مصدق ان انا اللي دلوقتي بجيب الجون ده والناس ومصر كلها بتحتفل وفرحانه. ويمكن كنت بتكلم مع حضرتك يا كابتن كنا بنقول ان احنا حسينا ان منتخب مصر هو اللي بيكسب. انه من كتر ما الناس كلها فرحانه، مصر كلها فرحانه واحتفالات لحد بالليل لحد الفجر. كنا في نادي الجزيره انا واحمد سمير قاعدين سامعين بنصور على الهواء لحد 3 و4 الفجر سامعين الناس بتحتفل ومبسوطه فرحه تانية خالص يا طبعا كابتن. يعني ساره النادي الاهلي هو اللي يعني بيرسم السعاده على وشوش الاهلاويه او وشوش الشعب المصري عامه يعني. فالسعاده دي في احراز بطوله غاليه بهذا الشكل يعني خلت الناس كلها بثقه، والثقه تملي معانا احنا كنادي اهلي بتزودنا لبعد كده زي ما انت قلتي. لسه في كاس مصر، في سوبر افريقي، في بطل الانديه، يعني هنلعب في انديه العالم، فكل ده بيمثل ثقه بشكل كبير جدا، وهو ده النادي الاهلي يا ساره، يعني هو ده هو ده البطل أكيد. هو ده نادي القرن اكيد اللي احنا كل الناس بتقلدنا وكل الناس بتعلم مننا. انا طول عمر النادي الاهلي مدرسه من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه الجماهير، ما فيش خروج عن النص، قاعدين مركزين بشكل كبير جدا في الهدف اللي احنا بنسعى ليه. يعني اللعيبه ديت في منهم يعني عمره في النادي يمكن سنه او سنتين، لكن بسرعه يخش في الصف ويلتزم ويبقى حاسس بالمسؤوليه وحاسس بالضغط اللي عليه وعايش في حرمان وعايش في قلق فبصراحه انا بحييهم، لان مهمة النادي الأهلي مهمة صعبة جدا، واللي بيخش النادي الأهلي بيقابل صعوبات كثيرة جدا من ناحية الالتزام، من ناحية البطولات، من ناحية الاحترام. فكمان أنا بحيي الفرقتين على الفير بلاي اللي اتعمل من خلال 90 دقيقة، ما حسيناش إن في حد أذى حد أو حد خبط في حد، يعني كانوا صراحة بيمثلونا بشكل كبير جدا، بيمثلوا الكرة المصرية ومنتخب مصر.
فاحنا بنحييهم على الفير بلاي والروح العاليه اللي ظهرت بيها لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك. اي لاعب بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيعرف انه هيحقق حاجه كبيره، يعني في لعيبه ممكن تبقى قاعده على الدكه بس واخده بطولات بالزبط مع النادي الاهلي، وعشان كده هو ده نادي الانجازات ونادي الطموحات. يعني اي حد عايز يرضي طموحه كلاعب كبير اكيد بيكون في النادي الاهلي، واكيد النادي الاهلي بيشبع الرغبات دي، رغبات النجاح والانجازات. واي حد في النادي الاهلي مدرب او لاعب او جهاز فني بيعمل سي في قوي جدا. يا كابتن ماهر خليني اسالك بقى، موسيماني يعني انت شايف ان فكره غياب وليد سليمان وطبعا ديانج قبل المباراه اثر على فكره قبل المباراه؟ طبعا كان كورونا وليد وصالح وديانج، بس خليني اسالك برضو على وليد وطبعا ديانج بشكل اوضح، يعني ربنا يشفيهم كلهم. اكيد اكيد اثر. عارفه ساره، المباراه اللي بالشكل ده بيبقى يعني في ضغط واقع على المدير الفني بشكل كبير، لان هو دلوقتي عايز يحضر كذا سيناريو لل 90 دقيقة. طب لو المباراة راحت ل 120 دقيقة يبقى في سيناريو تاني هيزيد. طب المباراة لو راحت لضربات جزاء يبقى في سيناريو تالت هيزيد. فكل الكلام ده أنا مشفق على الراجل موسيماني، لأن عيني اتحط تحت ضغط صعب جدا، وبعدين هو كمان عارف إن هو جاي في مهمة صعبة. هي دي صح، دي اللي مصر كلها مستنيها منه بالظبط. هي دي. فالحمد لله رب العالمين هو قدر في الفترة دي ان هو يحط السيناريوهات اللي وصلته الى بر الامان في خلال ال 90 دقيقه. هو طبعا عارف ان قيمه وليد قيمه كبيره جدا، وليد كابتن فرقه، وليد نضج بشكل كبير جدا، وليد بيعتبر هو الجوكر اللي موجود في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، وليد هو اللي بيحرز لنا الاهداف. احنا كنا قلقانين بصراحه جمهور النادي الاهلي على وليد رقم واحد، وبعدين قلقانين كمان على يانج، لان يانج بيمثل لنا قوه خارقه في نص الملعب. أكيد. انقضاضاته، تغطيته، تصويباته، بساطته القصيره، بساطته الطويله، روح القتاليه العاليه اللي بيلعب بيها. فاكيد نجمين كبار وفي مكانين مهمين قوي يا ساره. خد بالك يعني وليد طبعا في الحته القدمانيه كمهاجم، وبعدين يانج في حته نص الملعب الدفاعيه. فطبعا الحمد لله رب العالمين. واذا كان ده بيدل يا ساره بيدل على ان الاهلي ما بيقفش على حد. صح. يعني طبعا ما بنقللش بالظبط، ما نقللش من قيمه ولادنا المحترمين وليد ويانج، لكن الباقي يعني قدر ايه يقول ان انا كلنا وليد، كلنا يانج، وفي اي وقت النادي الاهلي محتاجني انا هكون موجود وهادي في الملعب بالظبط. وهو ده بصراحه اللي بيتحسب لعيبه النادي الاهلي، ان هو في وقت الشده فعلا بتبان لعيبه النادي الاهلي. وزي ما قلت لك يا ساره ان هم بقى لهم يعني عمر مش كبير، سنه سنتين، ويوصلوا للمرحله دي، فانا بحييهم، لان المرحله دي بتاعت احساسك بمبادئ النادي واولاد النادي وتاريخ النادي لازم تبقى انت قاعده فتره في النادي الاهلي، ما تقلش عن 5 6 سنين عشان تعرفي معنى ايه اللون الاحمر، معنى ايه الشعار، معنى ايه البطولات، دواليب البطولات اللي موجود في نادي الجزيره اللي بيمثل لنا يعني ثقه كبيره جدا. وانت داخله كده تتفرجي على بطولات النادي الاهلي من 1907 لحد 2021، فده تواصل كبير جدا. لو هنقول المنظومه دي عايزه كده تتقطع وتتدرس بصراحه، يعني عايزه بقى عايزه سنين. دي حقيقه. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا طول لنا تعبنا بشكل كبير. يعني مين ابرز اللعيبه اللي لفتت نظرك في المباراه؟ والله أنا شايف إن السولية بصراحة، وشايف الشناوي، وشايف قفشة. يعني ربنا وفقنا في الثلاثي ده، عمل لنا طفرة بشكل كبير يعني. وزي ما قلت لك إن في لعيبة ممكن ما ظهرتش بالصورة اللي إحنا كنا متوقعين، لكن تفسر ده بإيه؟ الضغط. الضغط النفسي بصراحة، يعني حتى إحنا أيامنا الحاجات اللي كانت فيها هي فيها البطولة الكبيره اللي بالشكل ده، يعني احنا كتوكو في جيلنا احنا قعدنا 5 سنين بنخفق، 5 سنين مش قادرين نوصل للبطوله دي. وبعدين لما نضجنا بقى ساره وخدنا خبره، بدانا بقى نحقق اول بطوله اللي هي 82. لكن قبل كده كان في ضغط علينا بشكل كبير جدا، ومع الاسف يعني في ظروف صعبه، كانت اصابات، بعض النجوم كان عندها امتحانات اخر العام ما بتسافرش معانا، السفرات في افريقيا كانت في منتهى الصعوبه. لكن
لما نضجنا مع الاجهزه الفنيه مع مجلس الاداره قدرنا بدانا 82 ده المفتاح اللي احنا فتحنا بيه البطولات الافريقيه. بما انك رجعتني لورا شويه كابتن ماهر، يعني في الاوقات اللي زي دي والمباريات الصعبه والمهمه اللي زي دي، كان ايه اللي بيدور بينكم كلعيبه؟ بتتكلموا في ايه؟ ايه الكواليس اللي بينكم قبل المباريات الحاسمه دي؟ يعني عايز اقول لك ان احنا زمان ما كانش عندنا المعسكرات اللي هي فيها اللي هي قبل المباراه دي. يعني ممكن يوم او اتنين معسكر قبل المباراه ما كانتش موجوده عندنا. احنا كنا يعني الحاجات دي لسه ما وصلناش ليها، فكنا بنجمع بعض. يعني الكابتن محمود الخطيب مثلا عنده بشقته في العجوزه هنا كان بياخد فتحي مبروك، بياخد الكابتن زيزو، بياخد الكابتن حسن حمدي، مصطفى يونس، واخد بالك، وبعدين انا ومختار وجمال عبد الحميد وحمدي جمعه. يعني احنا بنكيف نفسنا بنفسنا، كل واحد واخد مجموعه وشله معسكر بنفسه. وده ده اللي بيخلينا يعني احنا بنتميز عن نادي الزمالك بجمعيه اللعب. جمعيه اللعب دي جت من خلال الاعداد دي. كل نجم او كل كابتن واخد مجموعه معاه، عايشين بقى مع بعض، اكلين شاربين نايمين. فده بيديكي يا ساره بيديكي يعني تقارب بشكل كبير جدا، بيديكي حب، وبيديكي خوف على زميلك، وخوف على الشعار، وخوف على البطوله، وخوف على ناديكي. النهارده المعسكر بتاع النجوم بتوعنا برضه خلال اليومين اللي قعدوا او ثلاث ايام اللي قعدوا، طبعا انا بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ لان هو فكر بشكل كبير جدا ان هو يفصل بسرعه اللعيبه، لان موضوع كورونا ده كان قلقنا بشكل كبير. فالفصل ده انا شايفه يعني ليه نتائج ايجابيه بشكل كبير. يعني كابتن سيد لما دخل اللعيبه المعسكر هنا بقى صار المعسكر ده بقى المعسكر ده بيبقى ملحمه بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس اداره النادي اللي بيجوا يتابعوا اللعيبه بيشدوا منظورهم، الجهاز الفني، اللاعبين، الجانب الاداري، حتى العمال عم حارس ومكي. يعني تحس كده ان فعلا البطوله رايحه للنادي الاهلي، النادي الاهلي مركز. الروح دي مش موجوده في مكان ثاني يا كابتن خالص. وانا بقول لك ان احنا فنيا كان الماتش رايح جاي، لكن التوفيق سبحانه وتعالى زي ما قلت لك التوفيق بيجي اللي بيتعب، اللي بيجتهد، اللي عايز. فالحمد لله رب العالمين، يعني ان احنا ربنا وفقنا في اليوم ده، وكان التوفيق بالنسبه لنا. فعايز اقول لك ده الفرق بيننا بقى وبين الجيل ده. لكن هي هو الاسلوب، هو الفكر، هو المعسكرات، وهو الاهداف اللي احنا بنسعى ليها. هي فعلا روح التيشيرت الاحمر، روح الفانيلا الحمراء، الروح القتاليه والاصرار هي اللي بتفرق طبعا نادي الاهلي. لسه كتير هنتكلم عنه يا كابتن ماهر همام، خلينا نروح لفاصل وارجع اتكلم معاك بقى على الصفقات الجديده وعن كاس مصر، وبرده هنتكلم عن افريقيا. احنا مش هنبطل الكلام على افريقيا يا كابتن ماهر، نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه معايا كابتن ماهر همام. كنت بتقول لي يا كابتن الاغاني دي تخلي جسمك يقشعر. بالظبط، ودي حقيقه. يعني انا كل ما بشوفها وبسمعها بحس ان عايز انزل العب، عايز ارجع بالتاريخ تاني بصراحه. فاغاني انا بحيي بصراحه اللي عمل الاغاني دي للنادي الاهلي، والاغاني دي يا ساره وكل اللي في الكنترول اللي بيشغلوها كل شويه عشان يدونا باور كده واحنا شغالين. يعني فعلا تخلي الواحد يبقى متحمس، خلي الواحد جسمه اشعر، وخصوصا كمان لما تبقى بقى في النادي اهلي الجزيره او في مدينه نصر، تحس بقى بالجماهير الحقيقيه. اعضاء النادي بيبقوا يعني متحمسين جدا ومتشوقين جدا للمكسب. فانا عايز اقول ان الاغاني دي بتحرك الصخر. يعني ممكن بالاعداد الذهني او النفسي ممكن انا اشغل الحاجات دي للعيبه قبل المباراه. يعني الكابتن حسن شحاته كان مع منتخب مصر كان بيعمل كده، مستر مانو جوزيه كان بيعمل كده، كابتن جوري كان بيعمل كده. يعني الاغاني دي تخلي اللعيبه تتحمس بشكل كبير جدا، وتعرف قيمه النادي الاهلي، وتعرف قيمه البطوله اللي نازله عشان تجنيها او 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 او, أو تاخدها او تكسبها. فاغاني بصراحه انا بحيي العمل الاغاني دي للنادي الاهلي، ونتمنى طبعا يعني الاغاني دي والانتصارات دي تبقى على طول بقى ان شاء الله. لما كانوا رايحين يلعبوا الصفاقسي كمان كابتن ماهر في 2006 بعد ما كنا متعادلين 1-1، كانوا عاملين سي دي في الطياره مشغلين كل الاغاني دي والاغاني الوطنيه، وشادي محمد كابتن شادي محمد طبعا شغال على الجهاز بتاعه. اللعيبه كلها كانت حاسه بحماس وقتها في الطياره. في الاول كانوا بيضحكوا، وبعدين بقى ركزوا جامد جدا، وزي ما انت قلت بتخليك تقشعر كده، تحس انك عايز تنزل تلعب دلوقتي وتجيب البطوله. طبعا، لان جمهور النادي الاهلي ده يعني بيهد الملعب زي ما بيقولوا. انت تخيلي بقى يا ساره لو المباراه دي فيها 100,000،
صح. 50 للاهلي مثلا و50 للزمالك، اتفرجي على كان نفسنا طبعا الإبداع. كان نفسنا ان يكون في النهارده ان شاء الله باذن الله والحاجات الحلوه اللي بتحصل دي، يعني انا بقول لازم يبقى عندنا جرأه زي ما الجهه السياديه ووزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره لجنه خمسيه رجعوا لنا الدوري، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كابتن محمود الخطيب كان مصمم عليها. النهارده هي اللي وصلتنا لنهائي افريقيا، يعني عوده الدوري الناس كانت مشككه فيه، لا او مش لا او وكابتن محمود الخطيب كان عنده بعد نظر يا جماعه احنا رايحين لبطوله اصعب. صح. فالنهارده البطوله الاصعب دي محتاجه الدوري يرجع عشان اللعيبه دي تبدا تجهز. اكيد. فالحمد لله رب العالمين، يعني كانت رؤيه بالنسبه لنا بشكل كبير الحمد لله، وقدرنا ان احنا كمان الحمد لله يعني موضوع كورونا ده ان احنا نتغلب عليه بشكل اقوى، لان فعلا هد اللعيبه قوي. هد اللعيبه، فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يعني يا رب نعدي الموجه دي ونعدي الوباء ده يعني ابتلاء كبير مرة على العالم يعني. كله يعني يا رب ان شاء الله. كابتن، من مكاسب الفوز ببطوله افريقيا هي كاس العالم للانديه. يعني مهم قوي انه عارف فكره البطوله، انه بطل كل قاره بيتنافس بقى ومنافسه كبيره، وبتتكلم على مثلا السنه دي هتبقى او في شهر 2 هتبقى بايرن ميونخ، انت بتلعب بايرن ميونخ باذن الله باذن الله في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. ودايما بقول انه الاهلي مش عايز يدخل كاس العالم للانديه او مش بيدخل اي بطوله كظهور مشرف، لا هو بينافس على اي بطوله بيدخلها وبيعمل اقصى ما عنده. شايف ازاي بطوله كاس العالم للانديه؟ شايف ازاي حظوظنا فيها، او خصوصا مع الصفقات الجديده؟ يعني انا شايف ان ايام من وجوز احنا خدنا المركز الثالث وعملنا انجازات بالزبط. بشكل كبير، فانا شايف ان الجيل ده ممكن يكمل مشوار جيل ابو تريكه وبركات بالصفقات الجديده، هم اولادنا برضك يعني، والحمد لله رب العالمين ان هم موضوع الاعاره برضك بتحسب لجنه التخطيط، ان هم شافوا ان اللعيبه دي يعيروا للانديه زي الجونه والاتحاد والجيش. الاعاره دي حركت لعبتنا وبدات ياخدوا ثقه. يعني ناصر ماهر على ريان، على بيكهام، على يعني اكرم توفيق، صالح محسن شريف. الراجل بدر بانون الوافد الجديد من المغرب. فانا شايف ان برضه دي صفقات، يعني دول ولادنا، يعني مش عايز اقول صفقات، يعني انا بقول رجعوا تاني لبيتهم، رجعوا تاني لناديهم. خد بالك يا ساره، اللعيبه دي بتلعب وعينها على ناديها، يعني هم يا عيني بيموتوا نفسهم عشان الجهاز الفني يرضى عنهم ويرجعوا تاني. فطبعا الحمد لله رب العالمين، يعني بعد ما ادوا موسم يحسب ليهم، الجهاز الفني طبعا قعد وقدر ان هو دول ولادنا، فرجوعهم مره تانية انا شايف مكسب كبير جدا. شايف انه كده الاهلي مكتمل الفتره اللي جايه؟ هنشوف هنبقى محتاجين حاجه تانية ولا الصفقات دي كده خلاص احنا بنتكلم على فريق متكامل جدا؟ انا شايف مع البطولات الكتيره دي محتاجين راس حربه سوبر. يعني محتاجين راس حربه زي بانون كده، يكون مثلا منتخب المغرب، منتخب تونس، منتخب الجزائر، منتخب غانا، منتخب يعني محتاجين راس حربه. وده ما بيقللش طبعا من مروان محسن، وما بيقللش من بادجي، اكيد طبعا احنا بنتكلم على التدعيم، ان احنا ندعم على اللي موجود. المكان ده يا ساره احنا خلاص اتعلمنا بقى من الاصابات انه يبقى فيه تدعيم طبعا. فالمكان ده من اخطر الاماكن اللي موجوده في الملعب، اللي فيها دوس جامد، في خبط جامد. فالنهارده لما عندك ثلاث فراوده على اعلى مستوى، يقدروا لو حد اصاب يقدر البديل يخش، يبقى كمان حتى على الدكه عندي ورقه بديله اقدر ادفع بيها في اي وقت. فانا شايف ان احنا يعني حان الوقت بقى ان احنا محتاجين مهاجم سوبر يعني. يعني يعني اي نعم مروان وصراحه محسن وبادجي، لكن عايزين حاجه بقى، عايزين حاجه ترعبهم شويه، حاجه ترعبهم شويه، تحركهم شويه. لا هم هو احنا فعلا محتاجين تدعيم، انه لو حد فيهم مش في حالته او في اصابه لا قدر الله، يبقى طبعا معانا حد تاني او ورقه رابحه تانية. اظن يا ساره انت بتلعبي، خدي بالك يعني انت بتلعبي في كذا بطوله، انت بتلعبي في دوري، بتلعبي في كاس، بتلعبي في افريقيا، بتلعبي في سوبر، أندية العالم بالظبط، وتزحم مباريات وبطولات كتير ورا بعض. يعني احنا داخلين اهو على نهاية اصلا بطوله ثانيه يا كابتن، واحنا لسه الحمد لله واخدين بطوله امبارح غير الدوري قبل كده او اول امبارح. يعني احنا عندنا كتير، عندنا منافسه كبيره، والوقت بيبقى تزاحم مباريات على طول. طيب خلينا استاذن حضرتك، وانا عاجبني كمان ظهور اللعيبه في قناه الاهلي وبيتكلموا ان خلاص الفرحه
خلاص، واحنا من بكره صفحه جديده بالزبط. بطوله جديده، عاجبني الاسلوب ده بصراحه. عندنا بالظبط اكيد عندنا معسكر بكره وعندنا يوم الثلاث مباراه للاتحاد في كاس مصر في السويس. شايف بقى المباراه دي ازاي؟ عايز اقول لك برضك هتبقى منتهى الصعوبه، لانك انت كل واحد قدام البطل عايز ينول منه، كل واحد قدام البطل تركيز على اعلى مستوى. نادي الاتحاد بقاله 3 4 ايام في المعسكر مستني، عايز انول من نادي القرن، عايز انول من بطل افريقيا، عايز يعني يعني لعبتنا في كل مباراه يعني محطوطين تحت ضغط صعب جدا. طب لو حضرتك مدير فني للنادي الاهلي في الفتره دي، تغير تخرج اللعيبه ازاي من حاله الفرحه دي ان هم بقى يركزوا انه خلاص في بطوله جايه؟ زي ما كابتن سيد عمل، المعسكر ده مهم قوي، لان المعسكر ده خلاص بيتقفل عليهم، خلاص التركيز بيبدا، اللعيبه عارفه ان هي رايحه لخصم من السهل، نادي الاتحاد نادي كبير، ونادي الاتحاد من الانديه اللي ممكن تحرج اي حد في كاس مصر، وزي ما قلت لك هيبقوا مركزين بشكل كبير جدا، عايزين يظهروا بمظهر بدايه موسم جديد قدام النادي الاهلي نادي القرن. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي هيبقى فيها عليها لود اكتر، هيبقى عليها ضغط اكتر، انك انت زي ما عملت في ماتش الزمالك كده، ان اول ربع ساعه الساعه لازم تجيب جول، تجيب جول عشان تبداي تهبطي النادي الاتحاد او الجهاز الفني، انه يبدا يفكر تفكير تاني، انه عايز يعوض، فنقدر يبقى في مساحات نقدر نستغلها. برضك ده من ضمن السيناريوهات اللي موسيماني بيشتغل عليها بشكل كبير. وعايز اقول لك هو ده الاحتراف، ان خلاص الراجل دلوقتي قلب الصفحه، بطوله افريقيا انتهت، والكاس دخل دوليب النادي الاهلي، بيبدا بقى دلوقتي هو يحضر لنادي الاتحاد، بيجمع شرايط نادي الاتحاد، المباراه اللي قبل كده، مباراه الكاس اللي وصل فيها نادي الاتحاد، تشكيله اللعيبه المميزه عندهم. ما اعتقدش انك كنت تريح حد من اللعيبه الاساسيه في مباراه زي دي. انا شايف الحمد لله رب العالمين اللعيبه كلها طلعت الحمد لله يعني، والوافد الجديد زي ما انت قلتي ممكن يبقى على فترات، ممكن يبقوا موجودين على الدكه، اقدر استعين. كابتن سيد عبد الحفيظ قال انه هيكون في استعانه بالصفقات الجديده في مباراه الاتحاد. تمام، يبقى الاستعانه حسب رؤيه الراجل بقى والجهاز الفني. اذا انت محتاجه حاجه في الهجوم يبقى ريان موجود، حاجه في نص الملعب يبقى توفيق موجود، يعني حاجه في خط الظهر عايزه تامني يبقى بدر موجود، لان احنا بدر انا شايف انه متحمس بشكل كبير جدا وعايز يخش، ففرصه انه احنا نتعرف بيه ويتعرف بجمهور النادي الاهلي، ويبقى في ثقه بقى من جمهور النادي الاهلي ان احنا الحمد لله 40 اخترنا صفقه من الصفقات محتاجينها. كنا طبعا مع الاسف الاصابات اللي ضربت ولادنا ونجومنا في حته قلب الدفاع، يعني كان انا صعب قلبي معاهم بصراحه يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله. باذن الله. شفت ازاي لقطه مؤمن زكريا في المباراه وقت التتويج دوري ابطال افريقيا؟ وجود مؤمن زكريا اصلا مع الفريق يعني على مدار الموسم على فترات، وقد ايه ده رفع من روحهم المعنويه طبعا. واكيد جه برضو على كابتن مؤمن بالايجاب طبعا. عارفه ساره من 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 مباراه الدوري، يعني مباراه الدوري ومؤمن موجود معاهم بصفه اساسيه، وزي ما قلتي بيديهم ثقه بشكل كبير، لان مؤمن لعيب كان جميل، وطبعا نتمنى له التوفيق والشفاء العاجل. وبعدين موقف مجلس اداره كمان يا كابتن محمود الخطيب بالزبط. يعني طبعا يعني هو ده روح النادي الاهلي، هو ده ولاد النادي الاهلي. ازاي كابتن محمود الخطيب بيحتضن مؤمن وبيشركوا في المباراه النهائيه، بيجيبوا وحتى اللعيبه كمان بتديك كاس، يعني يعني حاجه جميله. اذا كان بيدل ساره على ان فعلا لا، النادي الاهلي حاجه 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 ثانيه، اللعيبه دي من معدن ثاني يعني. صح. نتمنى الحاجات دي تستمر وتزيد الفتره اللي جايه، وان شاء الله مؤمن نرجع لنا بالسلامه باذن الله يعني. باذن الله. شايف مباراه السوبر الافريقي لازم اكلمك عليها، مباراه مهمه وصعبه، هي مش سهله يا كابتن. بس يعني انا في رايي هتبقى اهون من مباراه الزمالك. طبعا. لا طبعا. لان الضغط النفسي مش هيبقى موجود، بالعكس مش واقع على لعبتنا، روح معنويه عاليه جدا طبعا بقى. وبعدين الحمد لله رب العالمين احنا في تجربتنا مع الوداد والزمالك تجربته مع الرجاء تفوقنا بشكل كبير جدا عليهم، فالنهارده نهضه بركان هو شرف ليه انه يلعب قدام النادي الاهلي. يعني هو في السوبر هو بيعتبر مكسب بالنسبه له، وصوله مكسب وشرف ليه انه يلعب قدام النادي الاهلي في بطوله السوبر.
لكن المباراه في ملعبنا في استاد القاهره بطوله غاليه بتقلش عن بطوله ابطال الانديه. مهم جدا احنا كمان ان الجيل ده زي ما قلت لك يبدا يحصد البطولات اللي جايه، لان هتفرق معاه في تاريخه بشكل كبير. يعني لما يبقى عنده عمره سنه في النادي الاهلي بيشارك بقاله سنه او سنتين وحقق بطولات بهذا الشكل، فتاكدي بعد 5 6 سنين هيبقى عنده رصيد من البطولات هتتحسب له في تاريخه بشكل كبير. اكيد طبعا. كابتن ماهر، انا لما جه موسيماني يمسك النادي الاهلي انا كنت حاسه بحاله كده من الاطمئنان، مبسوطه بالراجل ده، وكان كله بيقول انه كلنا ده طبيعي، امتى هيلحق بس تبان بصماته مع الفريق، احنا رايحين على افريقيا والوقت قليل جدا. ما استغربتش ابدا لما حصل من ماتش للتاني للتالت في الدوري، ولا لما حصل مع مباراه الوداد، وكان باين قد ايه الراجل ده حابب النادي وعنده حاجات عايز يضيفها، واكيد طبعا ثقه كامله في مجلس اداره النادي لاختيارهم لموسيماني. ولكن بعد الفوز بافريقيا وبعد مباراه ما كانتش سهله، وان هو يغير فكرته او خطته في الشوط الثاني، او حاسه ان انا دلوقتي لما باجي ابص على الراجل ده حاسه مستغربه شويه، هو عرف يعمل ده بسرعه كده ازاي؟ يعني ازاي قدر ينسجم مع اللعيبه بسرعه؟ ازاي قدر يفهمهم خطته بسرعه ويعمل الاهلي يرجعه تاني وحده متماسكه، شخصيه البطل اللي احنا بالزبط متعودين عليها بالزبط من زمان. بالظبط. عايز اقول لك ان هو شخصيته، هو كان بيحلم ان يجي يوم يمسك فيه النادي الاهلي، فجات له فرصته. سبحان الله، يعني زي ما بيقولوا بقى المصباح علاء الدين ظهر له. فطبعا هو بالنسبه له حلم، وحلم وحلم كبير وحلم جميل. فعايز اقول لك ان موسيماني بعد البطوله دي هو متواضع جدا، يعني جداً. ودي دي دي سمه النجم، سمه البطل، انك انت بعد ما تكسب وتحقق انجاز بهذا الشكل يبقى في نوع من التواضع، في نوع من الاحترام. وهو حتى كمان في تعليقاته ان هو احترم نادي الزمالك قبل المباراه وبعد المباراه، ودي حاجه بصراحه بتحسب له. اتكلم عن نادي الزمالك كلام محترم، قال كان يهمني جدا ان ناخد البطوله دي، لان البطوله دي بتمثل لي حاجات كتيره. هو خدها قبل كده مع سان داونز، بس مع سان داونز هو ما حسش بالحلاوه اللي مع النادي الاهلي. أكيد. يعني حسش بال ايه الجماهير دي، وايه العالم دي، وايه الاحتفالات دي. فهو بالنسبه له هيجتهد اكتر، لان سهل قوي انك توصلي للقمه، لكن انت عشان تحافظي عليها محتاجه مجهود جامد منه ومن مجلس الاداره ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين كمان. اكيد، لان كلها منظومه واحده لازم تكتمل على ايد واحده عشان تبدا نجني البطولات اللي جايه لنا. وفرصه، احنا واخدين ثقه، صح، ثقه بشكل كبير جدا. صح. فان شاء الله مش هنبقى مضغوطين بهذا الشكل في البطولات اللي جايه باذن الله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن ماهر همام، شكرا على وجودك معايا. شكرا مسار. وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وشكرا لكيان كبير اسمه الاهلي، انه بيفرحنا كل يوم وانه مليان انجازات. انا فخوره ان انا بنتمي للكيان ده، واكيد كل واحد من حضراتكم فخور بده. اهلاوي انا والفخر ليا.